قتله؟ قصي؟ قصي انا قتلته؟ قصي لقيته بالمطبخ وقتلته؟ تخيل انا قتله؟ شو؟ قتلتي؟ لك كيف قتلتي؟ مين قتلتي؟ اتصلتي بالشرطة؟ لك شو الشرطة؟ لك شو ليش؟ مشان يثبتوا انه هو فات لعنا على البيت وانت قتلتيه دفاعا عن النفس؟ لا قصي شو هاد اللي بدي قتله دفاعا عن النفس؟ ولا ناوي تلبسني شي قضية؟ لك انت قلتي لي انه قتلتيه؟ قصي لك عم بحكي عن الصرصور، تخيل انه كان عم يتمشى قدامي بالمطبخ؟ يخرب بيته شو مقري؟ لك قصي اسمعني كثير منيح، كل شي منظفات ومنظفات ومعقمات بتجيب لي اياهم، ومبيدات حشرية وكياس زبالة. قصي ما رح يرتاح لي بال الا لحتى تجيب لي اياهم لحتى اقضي على كل شي حشرات بالبيت ووسط بباله، عم تسمعني؟ تمام، باي. الله لا يوفقك، قطعتي لي قلبي. تتحمم وتعقم حالك، دير بالك، اغسل حالك منيح يعني، وخذ لي معك شيء منظفات على الحمام. يلا روحي جبت لك هذا. ايه اعطيني مبيد الحشرات. اسمع بسيل المزارع على عيني النظافة. لك لسه لسه بدنا نخلص. لا عروس طبيعك هيك، عروس طبيعك. شو عم نطبخ نحن؟ ايوه دير بالك. كأنك انت ناعد صحون المعالب المعقمات. طبعا حبيبي، لكن شو انا شو بضمن لي انه شو ماشي عليهم ولا اذا فيهم جراثيم ولا لا؟ طبعا معقمتهم وكلياتهم غسلتهم. ايه طب روحي اغسليهم شوي بالمي، يعني شو بدي اكل انا؟ ها انا شو بضمن لي انه المي معقمه واناني مسكره ما عم ضل عندي؟ تذكر جيب لي صندوقين بطريقك. لا حول الله ولا قوه الا بالله. طب دبري لنا شو شغله ناكلها، ما بقدر اكل هيك انا. ما عم بسمعك منيح كمان. شو؟ دبري لنا شو شغله ناكلها، كله معقم. هلا وقتك قصي، اصلا بنلحق نشتغل، قوم حاج اكل. يلا هاتي هاتي حبيبتي، خدي هذا، خدي هذا. ماشي بمسكتيهم بقرف. بيكونوا خامين ها؟ لك لا لا قرف ولا خامين، بس انا من هون ورايح حصير نباتيه، يعني لا لحمه ولا دجاج بتفوت لعندي على البيت. اوف يقبرني قصي، معبيلي البرات غراض، ما عاد بسعوا فيه، قلت احسن ما كبهم بزباله، ما في غير ام السوس هي اولى فيهم. لا حبيبتي يسلموا ايديكي، انا عندي من مجاميعه ولحمه ودجاج، معبى البراد عندي مو لازمني. بس قلت اخطي، يعني اكيد في حدا من الجيران محتاج شي، حرام بوزعهم عليهم، وانت بتكسبي لك كم دعوه. لا فيكي الخير، فيكي الخير تقبشيني. يلا انا عن اذنك لانه بدي كفي. ايه يلا وانا كمان. كنت قلت لك تفضلي بس ماني فاضي. خلص يلا روحي. يلا باي باي. شو حطيتك؟ كل شيء عندنا بالبراد، لحمه وجاج وغراض. لحمه وجاج وغراض؟ الله يوفقك، على حالك بتطبخي لنا اللحمه، صار لي مده ما اكلت لحمه. حرام. تعي يلا تعي. نعمل ميسه وكباب وشقا.
لك شو عملتي؟ رولا يا رولا، منيح اللي سألت. منيح ما اختنقت ومتت بهي الأوضة من هذا البخاخ البخيتي. مالي بيبي تحمل لك، مو أحسن ما تكون نايم وشي صرصورة هيك ماشي فوقك ولا شي عرتالة؟ يا لطيف. لك بيبي خد هدول الكيسين وكبهم بالحاوي. ماشي لحظة مدي إيدك. ما خلص روحي خلص، حاسس حالي حشرة كبيرة. بيبي مالي لك، أنا مشانك مشان ما يصير في جراثيم على إيديك. صحي بيبي لا تنسى لوستك عليهم الخضرة والفواكه وهدول القصص، بس مو تتنقيهم بيعها مثل ما بدك. يلا حبيبي شيل. لا لحظة هلا اسمع قمته. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا حبيبي. شو حامل محمد شايف زي العين عنك؟ ايوه اكيد هيمونة بدل هدول اللي وزعتوهم للفقراء والمحتاجين. لكن يا عمي انتم صحفيين قدوة. لك لا قدوة ولا شيء، بس مرتي صارت نباتية وصرنا بدنا نجيب فواكه خضرة هيك قصص يعني. بالعكس تمام، انا لاحم، انا بحب هيك اكل اللحم سبحان الله، يعني شيء بالشيء يسكر. هلا ها طارق لك منع المشاوي فراريج وكباب غير شكل علي حلاج تهيدا. أخي من الآخر لازم الواحد يغذي لحاله باللحم، لازم طعمي أهل بيته لحم. الحمد لله خبزة ومجدرة. حكمي لوي على الضعيف. لا إذا عيل لألا أمانة الله لا تخجل، أنا أخوك أبو وسيم إذا عني على بالك هيك شيء أكلت مشاوي المنقل جاهز فوق الساعة بتكتك تبتك يا خلص. إن شاء الله إن شاء الله. إيه يعني شعبان يضل معك أبو وسيم، بس يعني إيدي تكسروا خليني انزل على البيت وخلصني. إيه سلامنا. خور خور. لا 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 أنا بحب اللحم. إيه شو لحم بني لحم من هذول. آه واحد ضرب لحم وطرق سيجارة وكاسة شاي تسوى الدنيا الله فيها. لوين كنت رايح أنا؟ إيه كنت رايح لعند عامل فرخ مواعده بالقهوة. يعطيك العافية روحي، تعبتي اليوم. الله يعافي قلبك، معلش روحي، المهم نام وأنا مطمنة إنه بيتي نظيف ومعقم. روحي، شو مشاريعك بكرة؟ بكرة قبل الظهر بدي أرجع أنظف البيت، بس بعد الظهر عم فكر أحكي أنا مع ريما ونطلع نحن ورفقاتنا على شي كافيه، يعني هيك بركي بنغير جو. أنت شو مشاريعك؟ ما في شي روحي، شغل وبدي أرجع على المسا في مباراة بدي أحضرها. خي كتير منيح إذا هيك، ولا كنت أكلي همك، بس أنا لبين ما أروح وأرجع بتكون خسرت المباراة. ننسى هاي سوا. بيبي تعالي أقول لك شغلة. بيبي أوجيني أوجيني. يعني ما عن السر أنا وياك اليوم؟ بيبي شو؟ ما بدي نوم. نعساني؟ ايه. احكي لك قصة ليلى والزئل؟ ايه. كان في ليلى؟ ايه. وكان في زئل؟ ايه. اجا الزئل؟ شو بده يعني؟ ايه. تجوزنا وطلبنا السدرة، كان هدفي العيلة والعشرة، حبيتها من أول نظرة وصار المكتوب. جوزنا وهديت الحكاية أمر